أولى محطاتنا لليوم مع ضيوفنا رح تكون من عالم الموسيقى هالأبجدية. تتوحد أذان الناس لدى سماعها، ولما وبيكتسب هالطابع الموسيقي حيز مميز من إرث سوري عريق وتراث عالمي غني بيمتزج بنغمات الفرقة السيمفونية الوطنية. بعد حضاري رح نترافق فيه بأولى محطاتنا الرمضانية مع المايسترو ميساك بكبوديريان قائد الفرقة السيمفونية الوطنية. صباح الخير ورمضان كريم مايسترو. صباح النور ورمضان كريم، كل عام والكل سوريين بخير وسوريا بخير. وانت بألف خير. المايسترو ميساك يمكن مسيرة فنية غنية، خلينا نروح سوا ونتابع هالتقرير مع زميلتنا سلمى عودة. عادة هو تكون على المسرح أنا بكون وجهي مو للجمهور، للأسف بكون ظهري للجمهور، فبنشوف هذا الشكل تلاقيني واقف هيك، تلاقيني عم شوبر مثل ما بيقولوا رفقاتي، بايدي عم بعطي اشارات للفرقه الموسيقيه. طبعا في شيء غريب بيصير انه بهالشوبره هي بهالحركات اللي بساويهم بتطلع موسيقى. بس السؤال الاهم اللي دائما انا بسال حالي هو ليش الموسيقى؟ هكذا يجاوب المايسترو ميساك باكبودريان عن الموسيقى وقيمتها، ولكنه في نفس الوقت ربما يلخص حبه للموسيقى الذي رافقه منذ دراسته لهذا الفن من التسعينيات عندما درس في معهد صلح الوادي إلى جانب دراسته هندسة الكهرباء، حتى طغى حب الفن على كل شيء. وبعد تخرجه من المعهد العالي للموسيقى عام 1995 باختصاص البيانو وقيادة الأوركسترا، ليعمل بعدها كمدرس لمادة التوزيع الأوركسترالي بالإضافة إلى عمله كمساعد لقائد الفرقة السيمفونية، ثم أتمم دراسته في قيادة الأوركسترا في إيطاليا في معهد فلورنس الحكومي. في كانون الأول عام 1994 قاد ولأول مرة تحت إشراف الأستاذ صلح الوادي الفرقة السيمفونية الوطنية في قصر المؤتمرات، وتابع نشاطه مع الفرقة لعدة حفلات وبعدة مناسبات. في شباط 2001 عين كقائد أساسي لأوركسترا أماديوس السيمفونية بفلورنسا. نال شرف قيادة الفرقة السيمفونية الوطنية السورية وكورال المعهد العالي للموسيقى في حفل افتتاح دار الأسد للثقافة والفنون. عام 2006 شارك مع أوركسترا المعهد العالي للموسيقى السيمفونية في مهرجان أوركسترات الشباب الأوروبية في برلين. حمل راية الفن خلال سنوات الحرب على بلده سوريا، ولم يتوقف عن هذه المسؤولية الاجتماعية والفنية حتى الآن. ميساك باكبودريان ضيف صباحنا غير. مايسترو، ختمنا التقرير بالحفل اللي شاركت فيه بالجزائر اليوم، قديش هالمشاركة هي كانت لها تأثير كبير عليك وقديش حملت رسالة كبيرة من سوريا لبرا؟ الأول شيء أنا كثير سعيد أنه أكون بأول يوم رمضان معكم ونبلش هذا النهار الحلو، هذا الشهر الكريم مع بعض. وسعيد لشغلة تانية أنه التقرير رجعني كثير لورا، رجعني بلحظات فيني أقول وقت كان سوريا متعافية، كان سوريا قوية وعم بتقدم حالة على المسارح العالمية. هلأ الشيء الإيجابي يمكن بالأزمة أنه بلشنا نفكر أنه نحن قديش الموسيقى مهمة بحياتنا وقديش هاي الموسيقى هي رسالتنا فعلا، وهل الاستمرارية للفرقة السيمفونية الوطنية خلال الأزمة وتكون دائما موجودة. كنا عم نشوف كورال الحجرة اللي دائما كان موجود، وحتى بس نحن استمرنا بنشاطنا الخارجي انه نكون بالجزائر نكون على المسارح العالميه. اول ما وصلنا الفرصه انه نكسر الحصار المفروض علينا كسوريين ونطلع ونقدم حالنا بالعالم، فوجودنا بالجزائر هو اثبات للحياه، اثبات لارادتنا انه الموسيقى هي مو هي ترف، مو هي لحظه عم نتسلى فيها، وانما هي لحظه وجود بالنسبه لنا. نعم، هي لحظه حياه بالنسبه لنا انه نكون موجودين بهذا المكان ونقدم الفن اللي عم نشتغل فيه كل يوم نحن. فلحظة كتير مهمة الجزائر، المهرجان الدولي انه يكون في 18 دولة
شوف علمنا السوري موجود مع علم 18 دولة، هذا فخر كثير كبير ومسؤولية كثير كبيرة علينا. تمام. فكنت دائما مبسوط بهالمشاركة هي والمشاركات هي اللي كانت كل سنوات الأزمة، وإن شاء الله قريبا منكون على مسارح عالمية، مو بس بالجزائر وإنما مسارح أوروبا، لحتى نورجي شو هي سوريا، شو هي ثقافة سوريا. إن شاء الله يا رب. أكيد هاي الحفلة من 2012، ومثل ما ذكرت مايسترو يمكن عم تحكي عن لحظات، خلينا شوي هيك نعيش لحظات يمكن أول ما بتتواجد على المسرح، يمكن الفرقة قديش بتعني لك، يمكن دقة قلب، كل دقة قلب إلى رهبة وإلى خصوصية. خلينا شوي نغوص أول ما بتدخل على المسرح مايسترو، يكون عندك حفلة، لحظات عيشنا إياها معك. هلأ أنتم متخيلين في جمهور والأوركسترا بتكون قاعدة على المسرح، الأوركسترا بالدوزن، يعني كل الآلات بتاخد نفس الطبقة الصوتية لحتى يكون في انسجام بالأصوات، بعدين في لحظات صمت. هدول أصعب اللحظات بالنسبة إلي، كيف بدي أكسر هذا الصمت وفوت على المسرح. لأنه بدخولي على المسرح الأوركسترا بتوقف وجمهور بيصفق، ففي حالة من التوتر وبحس قلبي بلش يخفق، وفي تسارع بضربات القلب يكون باللحظة هاي، انه بدنا في عنا عالم مجهول، في مغامرة جديدة رح تبلش، رحلة جديدة رح تبلش، فكيف نحن بدنا نكسر هذا الصمت الموجود لحتى ندخل بعالم الموسيقى او برحلات موسيقية. وتبوصل قدام الاوركسترا بسلم على عازف الكمان الاول، احيانا بسألوا ليش، لانه عازف الكمان الاول، ليش الكل بيسلموا على عازف الكمان الاول؟ تمام، لانه هو الشخصيه اللي بيمثل الاوركسترا. أه. هو مندوب الاوركسترا قدام قائد الاوركسترا قدام المنفرد، فبالتالي يعني نحن بدنا نسميه هو مثل مدير الاوركسترا. أه. بالمصير. أوكي. فبالتالي بسلم على الكونسرت ماستر او العازف الكمان الاول كتحيه لكل الاوركسترا. بعدين بدنا نبلش. كمان في هون ما بعرف، يمكن هنن لحظات كثير قليله، هن ثواني، ولكن بالنسبه لي هن لحظات كثير طويله، كثير صعب اللحظه كيف بدنا نبلش نحن مع الاوركسترا. فبالتالي يا ترى هيك ولا هيك، يا ترى السرعه كيف بدي اخذها، الموسيقى كيف رح تكون ردة فعل الجمهور، فهنين كلهم هيك مثل شريط سينمائي بيمرق قدام عين الشخص. وبلش كل الافكار تدخل، ف هي عن جد لحظات كثير صعبة، لحظات كثير حلوة كمان، لأنه فيها التوتر مثل الشخص اللي عم بيستنى حبيبته وهي بأي لحظة تظهر قدامه، فهو طول الوقت مترقب إنه وينها بدي شيء أنا شعراتي كلهم ظابطين، التفاصيل هدول، فهي تماما هاللحظة هاي. وفي شيء أعمق، لأنه في مسؤولية، لأنه من قائد الأوركسترا بتبلش الموسيقى، فهو عن طريق جسمه، عن طريق تنفسه، عن طريق عيونه، عن طريق حركاته بيوصل المزاج العام للأوركسترا كلها. نعم. أنا صعب بدي، إذا بدي أعمل قطعة كثير سعيدة صعب كون أنا فرضاً معصب وواقف متوتر، أو إذا عندي قطعة حزينة ودرامية أنه كون عم تبتسم وعم تضحك هيك وفايت بخفة. فالحالة النفسية بتبلش من لحظة دخولي للمسرح للحظة بدأ أول نوتة موسيقية، انطلاق أول نوتة، صح، هون مسؤولية كثير كبيرة. هذا الشيء أكيد كله رح ينعكس على الجمهور. مايسترو، بالفترة الأخيرة كثير عم نشهد أنشطة للفرقة السيمفونية، اليوم قديش هالأنشطة واستمرار الموسيقى قديش بتساهم يمكن بتعميم الذائقة الموسيقية بوقتنا الحالي؟ أول شيء بحب كمان عايد أعضاء الفرقة السيمفونية الوطنية، أكيد نحن كمان، وقلهم رمضان كريم وكل عام هنن كلهم بخير، لأنه عن جد بيستاهلوا. الأعضاء الفرقة السيمفونية هنن جزء من المجتمع، هنن أشخاص عم بيعيشوا الأزمة بكل تفاصيلها، ويمكن في شيء أكتر نحن لسه، لأنه الفنان في عنده حساسية مختلفة شوي، فبالتالي أنه يكونوا بهالأزمة موجودين بالتدريبات، يكونوا موجودين على المسرح بيقدموا حفلات، فهذا إنجاز كثير كبير وفيها تضحيات كثير كبيرة. من أول الأزمة صار في عنا حس بالمسؤولية، إنه نحن وجودنا أساسي وضروري بالمجتمع. فبالتالي نشاطاتنا ما وقفت. بلحظات كانت عم بتخف بسبب القذائف أو الصواريخ اللي عم تنزل على دار الأوبرا بسبب التهديدات الموجودة، ولكن نحن ضلينا مستمرين. مؤخرا يمكن صار في حالة من الإعلام أكثر على حفلاتنا، على نشاطاتنا، وصار في حتى على الفيسبوك، لأنه بالأول كنا نعمل حفلة كان في هجوم كثير كبير علينا، يعني كان في كثير ناس بيهاجمونا إنه ناس عم بتموت
وفي حرب وانتم عم تغنوا وفي حرب وانتم عم تعملوا موسيقى. بعدين حتى دول الاشخاص فهموا انه تكريس لثقافة الحياة. نحن مثل مهمة اطباء بالمشافي. نحن في عنا جانب نفسي عم نشتغل عليه. الاطباء عم يشتغلوا على الجانب الجسدي وعلى المشاكل اللي ممكن العين تشوفها. نحن عم نشتغل على الجوانب العين ما بتشوفها. والموسيقى كمان جزء كبير من العلاج. الموسيقى هي علاج وعلاج نفسي، وهذا الشيء بعدين حسوا فيه حتى جمهور والموسيقيين نفسهم، حتى اللي كانوا مشككين بالموضوع انه نحن لازم نستمر ولا لا. وقت بيجي جمهور بيقول لك وينكم؟ وبيسالنا ليش ما عم تعملوا حفلات؟ ناطرينكم. 25/1/2015 تكون دمشق تحت مطر من القذائف والصواريخ ونحن نعمل حفله بدار الاوبرا ويجي يكون في حضور. يكون في حضور. هي اللحظه كانت هي اللحظه الحاسمه بالنسبه لنا. او يكون في حدا عم يناقشك بحفله عاملها من كذا فتره كمان. قديش طبعاً مهم. يعني انا احيانا بتصير معي وانا كثير مبسوط بالحال انه بمشي بالطريق حدا يوقفني استاذ مو حضرتك قائد الفرقه السيمفونيه، انا حضرت الحفله وطلعت حاسس هيك وكثير تغيرت حياتي او تغير مزاجي. هذا شيء كثير مهم بحياتنا. نحن ليش موجودين؟ نحن موجودين خدمه للمجتمع لحتى نكون كأعطاء من هالمجتمع لنا دورنا الفعال بالجانب النفسي للمجتمع. اكيد. اضافه للجانب الثقافي في جانب من الدعم النفسي اللي عم تشتغل على الفرقه السيمفونيه الوطنيه، وجانب كثير مهم. نحن طبعا ما كان الفرقه السيمفونيه نقال الفرقه السيمفونيه الوطنيه، ولكن في مجموعات ثانيه كمان، في فرقه ثانيه عم تشتغل، وكمان انا بقول لهم يعطيهم العافيه لانه كلنا بنتكامل مع بعضنا البعض. اكيد. يعني هي الجمهور عم بيجي يحضر سواء الموسيقى السيمفونيه او الموسيقى العربيه او موسيقى شبابيه، هدول كلهم نحن متكاملين مع بعضنا البعض. فريق عمل واحد، فريق عمل كبير عم يشتغل لدعم نفسي للمجتمع. صحيح. اكيد مايسترو، رح نروح على كنيسه نيكولاوس ونشوف مع بعض لقطات من حفل اقيم بالكنيسه بالمزه وبنرجع. عن جد كانت حفلة رائعة هي من أيام الميلاد بعنوان أجراس دمشق اليوم. قديش الموسيقى هي كمان لها دور كتير كبير بهالتمازج الروحي. ما بعرف إحنا فينا نفصل موسيقتنا عن حياتنا. أنا ولدان بدمشق، ودمشق بالنسبة لي هو دائما تمازج. دمشق هي نقطة التقاء، وبتخيل كل سوريا. يعني أنا بتيني أحكي عن دمشق لأنه أنا دمشقي، فبالتالي هذا وهذا انا ماني مع فكره نقول عيش المشترك، لانه نحن ما هو شغلات مختلفه عايشين مع بعضهم.
نحن شق كتلة واحدة تماما. فبالتالي هي الكتلة وتتكون عايشة مع بعضها حتما في ثقافات في أمزجة رح تكون مختلفة وتدخل ببعضها هاي. وهذا الشيء عم بيأثر على كل شيء بالعمارة تبعنا، عم بيأثر بالمطبخ تبعنا، رح تأثر على الموسيقى تبعنا، على كل جوانبنا. فبالتالي الموسيقى لازم تعكس هاي الحالة. وبالتالي في مقطوعات موسيقى بنقدمها هي بتحكي عن هذا الشيء، مع أنه أحيانا وبلش نحكي عنها بنحط إضاءة كأنه نحن عم نميز، لا نحن ما عم نميز. نحن عم نعكس حالة موجودة. موجودة هي بالمجتمع وعم نعيشها كل يوم. يعني وقت أنا بنزل من بيتي وبقول رمضان كريم أو متعيش طقوس رمضان تماما، وبالتالي هدول هي من عاداتنا ومن تقاليدنا هذا الشيء، بغض النظر عن أنه أنا من وين وأنا كيف. فبالتالي الموسيقى عم تعكس الحالة هاي. ولكن أحيانا بحفلات ونقدم المقطوعات هاي وتأكيد للفكرة وتأكيد أنه نحن هالثقافات هي بتغني اللوحة اللي نحن عم نعيش فيها. هي بتعطينا بعد آخر حتى. وتمنقدمهم بأوروبا أحيانا بيتفاجئوا أنه معقول فرضان، وللأسف يعني هنا بيحكوا بالطريقة هاي أنه المسيحية بيغنوا شيء إسلامي أو الإسلام بيغنوا شيء مسيحي، أو ممكن أنه إسلام يغنوا بكنيسة. هنا بالنسبة لهم هذا شيء غريب. أنا بقول لهم أنا ما بشوفه غريب، وبالرغم من كل محاولات أنه يفصلوا ويخلقوا الحواجز، أنا عم شوف أنه نحن لساتنا ما عم نقتنع بالفكرة اللي عم يحكوا فيها هن، لأنه نحن عشناها تماما. نحن عايشينها ورح نضل عايشينها هيك. هي سوريا. فبالتالي الفكرة أنه نفهم بعض ونقدم شيء مشترك مع بعض هي فكرة كثير مهمة وضرورية، خاصة باللحظات اللي عم نعيشها هلأ يلي في ضخ إعلامي كثير كبير للتمييز بين الأشخاص. نعم. يعني أنا ما بفهم لهلأ هن يعني إمتى رح ييأسوا من فكرة إنه سوريا ما بتنقسم. الشعب السوري ما بينقسم، عنا نفس الموسيقى، عنا نفس المطبخ، عنا نفس العادات والتقاليد، وعنا بلدنا وحدة. فبالتالي نحن رح نعيش مع بعض دائما ورح نكون كتلة وحدة. فبالتالي هاي رسالة كثير مهمة لازم يفهموها هن قد ما حاولوا. هذا الشيء عم تجسدوه بشكل كثير كبير عبر الموسيقى من خلال أكيد. الحفلات اكيد ومن خلال الموسيقى. مايسترو، المايسترو الراحل صلح الوادي سلمك امانه. خلينا نحكي عن هاي الامانه شوي، وشو بتوجه رساله لروحه؟ الامانه بتكسر الظهر. امانه كثير ثقيله وخاصه بالظروف اللي عم نعيشها نحن. نحن ربينا طبعا، انا ماني لحالي، في معي كتله من الزملاء والاصدقاء اللي هن عاشوا معي وتربوا تربينا مع بعض بمدرسه صلح الوادي. قلنا فخر انه نكون من مدرسه صلح الوادي، مدرسه فيها اراده، فيها عشق للموسيقى، فيها تضحيه من اجل الموسيقى. فنحن هي الامانه عم نحملها وعم نحاول ننقلها للاجيال الجديده. وهم ما انا سهله، خاصه الاجيال الجديده اللي عم تطلع بتربيه مختلفه، بأفكار مختلفة، حتى بأجواء اجتماعية مختلفة. فبالتالي عم تكون مهمتنا مضاعفة، نحافظ على الموجود أول شيء، والجهة الثانية أنه نحن ننشئ جيل جديد آمن بالفكرة اللي نحن آمنين فيها. فبالتالي في دائما هذا الصراع الموجود حتى مع الجيل الجديد، أنه الموسيقى بدها تضحية. للأسف الجيل الجديد ما عم بيعرف شو معنى التضحية، ما عم بيعرف شو معنى التطوع، ما بيعرف شو معنى أنه يكون أنا مو كل شيء بالمصاري، مو كل شيء المادة، في شيء روحي، في شيء إنساني لازم نعيشه نحن. هذا الشيء عم تحاولوا تنقلوه أكيد. فنحن عم نحاول ننقل هاي الرسالة للأجيال الجديدة، وفي كتير من الشباب بلشوا يدخلوا معنا بطريقة التفكير والمنظومة هاي. لأنه إذا دائما أقول لطلابي، إذا مفكرين إنه الموسيقى رح يصير غني فأنتم خربطين بالطريق. الموسيقى هي رسالة. هي الموسيقى هي أمانة نحن بنحملها معنا لنخدم مجتمعنا. إذا قدرنا نوصل نعيش حياة حلوة ماديا فليش لا، ولكن الموسيقى اللي بيختار يصير فعلا موسيقي ويكون فنان فهو عم يضحي. أول شغلة تضحية المادية حتما. يعني حضرتك مايسترو، يعني سيد مين حمل يمكن هالأمانة وعم يحاول ينقلها للأجيال الجديدة؟ نحن بنتمنى لك كل التوفيق، دائما منور صباحاتنا. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم، ورمضان كريم. ولو شكرا لكم ورمضان كريم لكل السوريين، وإن شاء الله بنحتفل بنصر سوريا وكمان إيد واحدة بنعمل موسيقى مع بعض. أمين يا رب. شكرا كثير مايسترو، يسعد صباحك وينعاد عليك كل خير يا رب، وشكرا على هالصباح المميز. شكرا كثير لك.